بين الروافض والخوارج والنواصب أيضا. الخوارج عرفناهم، الخوارج كفروا عليا، كفروا عليا وعثمان وكثير من الصحابة، بينما الروافض على العكس غلوا في علي، غلوا في علي رضي الله عنه، واعتقدوا أنه هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه هو الوصي، وأن الصحابة ظلمه واغتصبوا حقه إلى آخره. هؤلاء الروافض. والخوارج كفروا الصحابة